لماركوس ميلفن. ماركوس يسجل ماركوس ميلفن. تحت السلة وثنائية ورمية حرة إضافية عن طريق اللاعب ماركوس ميلفن. دخول دخول وتمرير ودخول ماركو. دخول رائع. دخول. على 3 بوينت ودخل بطريقة مميزة. الى ماركوس يحاول الدخول. ماركوس يحاول خطا وكاونت. هذا ماركوس كاونت لكن المره دي خطا كاونت. ماركوس سجلها ماركوس. ماركوس ميلفن. ماركوس يسجل ماركوس ميلفن تصويبة ثلاثية ناجحة. وتصويبة ثلاثية ناجحة من اللاعب اللي بيأدي بشكل طيب جدا ماركوس ميلفن. إلى ماركوس. ماركوس بدأ اشتغلت الآن ماكينة ماركوس. إلى ماركو ولا الثلاثية. ماركوس ميلفن. ماركوس ميلفن والثلاثية. رد سريع من ماركوس. ماركوس بيقدر يهدف من كل المراكز. ماركوس مالدن بقى عنده ثانية. ماركوس عن أرض 3 بوينتس المرة بيسجل.
ديفيديشن جيم. ماركوس مالتن عن ارك 3 بوينتس بيسجل. ماركوس مالتن بعيده حوالي المتر عن ارك 3 بوينتس. ماركوس مالتن بيسجل.